يا رب تكونوا عرفتوا تعملوا الجبنة الرومي. انا حاولت ان انا اخلي الوقت قليل والمقادير على قد ما قدرت قلتها لكم ببساطة. انا عملت اللانشون لحمة وان شاء الله هنعمل لانشون فراخ، ودي اقل تكاليف ودي حاجة مضمونة احسن من البيت ومن غير مواد حافظة. يا رب تعجبكم، ولو في اي حاجة قولوا لي. تعالوا نعمل بقى حاجة برضو كلنا بنعشقها وبلاش نشتريها من برة، اللي هو لانشون اللحمة. المكونات بتاعته بسيطة جدا، 6 بيضات، فلفل اسود للتزيين براحتك، ممكن تحط الزيتون خليه للاخر خالص، كوباية دقيق بنضيف حبة حبة، لانشون سوري نستو مثلثات 5 6 4 براحتك، برضو معلقة بصل باودر كبيرة وتوم باودر كبيرة، نص معلقة حبهان مطحون، معلقة كبيرة بابريكا وممكن 2 عشان ده بيدي اللون، نص كوباية زيت، مكعب مرقة، رشة ملح. حط المكونات براحتك في عجانة أو في خلاط عادي. هنبدأ نحط الزيت ونبتدي بعد كده هنضيف البيض، هنضيف كل المكونات ونبتدي نضرب. هنقول تاني، حطينا كوباية الزيت، 6 بيضات، جبنا نستو مثلثات بريزيدو عشان الطعم جميل، تحطي بقى 5 6 براحتك. نحط معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة كبيرة توم باودر، حطينا رشة ملح، حطينا ممكن تحطي جنزبيل لو بتحبي، حطينا مكعب مرقة، حبهان مطحون نص معلقة، حطينا كبيبة حاسة برضو بتدي طعم جميل. كل ده هنضربه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. لغاية ما يبقى متماسك. الخليط ضربناه كويس، هنبتدي نضيف واحدة واحدة دقيق علشان يبقى متماسك كل ده، واحنا لسه ما جيناش عند اللحمه. نضيف الدقيق معلقه معلقه. هنبتدي نضيف المفروم شويه شويه ونشغل عليها. نضيف شوية شوية المفروم بتاعنا لغاية ما يبقى كله حاجة متماسكة وكل المكونات دخلت جوه اللحمة زي ما انتم شايفين اهو. بسيبها حلو خالص عشان تبقى كلها حاجة واحدة. هنجهز استريتش زي ما انت شايف، وهنبتدي نفضي فيه الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها كلها، وهنلفها كويس رول زي ما انت بتشوف الرول موجود في السوبر ماركت. ازاي؟ زي ما انتوا شايفين قعدت الفه يمين وشمال وعملت له عقده من هنا وعقده من هنا، ولف كذا لفه كذا لفه. اخر حاجه بنجيب ورق فويل وهنلفه لفتين برضو 3. بعد كده هنكون محضرين برضو حله ميه وهنسقط فيها البتاع ده، وممكن نحط مع الميه ورق لوري يديله ريحه يديله طعم، كان ممكن احط فلفل اسود برضو براحتكم، زيتون براحتكم، فلفل اسود حصى طبعا، كل واحد حسب مزاجه، مش عايز ساده انت حر زي ما انا عملت كده. انت شايف اديني حطيتها اهو في الفويل وقفلتها برضو من ناحيتين، حطيتها في حمام بخار زي ما انت شايف، برضو بتاخد لها من ساعه لربع لساعه، وبعدين نحطها في التلاجة لمدة 6 ل 8 ساعات وبألف هنا. ده اللانشون بعد ما سيبناه في التلاجة على الأقل 8 ساعات. بمنتهى البساطة هنبتدي نقطعه، وده هو بعد ما قطعته مش عايز أقول لكم ريحته تحفة. تقدروا تعملوا معاه بطاطس، تسلقوا بيض، تجيبوا كايزر ويتعمل سندوتشات. مش عايز اقول لكم بامانه موفر جدا، وكفايه ان هو امن، ضامنين اللحمه احنا اللي جايبينها وكل حاجه، والف هنا وشفا.
حظر هيطول وهعمل لكم حاجات تانية. أنا بحب الأكل وبحب أعمل الأكل في البيت. باي. كان معاكم مستر أسامة عزيز.